كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين نداد موسى بالخير على هامش زيارته التفقدية لقطاعه وللممتهنين بعدد من الشركات بولاية غردايا أنه سيتم إنشاء دار المرافقة والإدماج، وذلك لتمكين الشباب الممتهنين من إنشاء مقاولات، وستكون في تعليمة سيتم إرسالها إلى كل مدراء التكوين المهني هذا الأسبوع. التغطية لعاصم بخاري. احنا يعني راح ان شاء الله الاسبوع المقبل راح نجي تعليمه للمدراء الولائيين كل اللي هي سميناها دار المرافقه والادماج. دار المرافقه والادماج على اساس انه في كل ولايه في التكوين المهني تكون هذه الدار ترافق، لانه درك نكون لماذا؟ نكون باش الشباب هذو تنشئ كذلك مقاولات خاصه على اساس انه هاد الشباب هذو باش فوالا كي يتخرج يلقى روحه ديجا عنده اون باز. ونجيبوا لونساج ونجيبوا لونجام ونجيبوا يفهموا لهم، مي حنا كذلك بدورنا لازم نقوموا بدورنا باش لا هذا ان شاء الله ينطلق الاسبوع المقبل تكون التعليمه على مستوى كل المديريات.